لم يخلو التاريخ الإسلامي وتحديدا في الحقبتين الأموية والعباسية من العديد من عمليات الإقصاء والتنكير والتهجير لشرائح مختلفة من المجتمع وبذرائع متعددة لا تمت لروح الإسلام بصلة. وربما حاول المؤرخون التغاضي عن ذكر تلك الحوادث حفاظا على صورة الإسلام، بيد أن ما تعرض له أهل العراق في أوائل حكم الدولة الأموية من تعنيف ومعاملة قاسية لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال. وكان عبد الله بن الزبير والذي نازع الأمويين الخلافة أول من تجرأ علنا على أهل العراق حين وصفهم بعبارته المشهورة بأهل الشقاق والنفاق، وذلك لأنهم لم ينصروا أخاه مصعب بن الزبير الذي كان واليا على العراقين الكوفة والبصرة في معركته التي خسرها وقتل فيها أمام عبد الملك بن مروان، ثم جاء الأمويون لينعتوهم بمثل تلك الصفات ويزيدوهم تنكيلا وقتلا وتهجيرا على يد العديد من الولاة القساة الأشداء، وأبرزهم الحجاج بن يوسف الثقفي، والذي ما أن وصل الكوفة واليا حتى ألقى خطبته الشهيرة ومنها قوله أن أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان نثر كنانته ثم عجم عيدانها فوجدني أمرها عودا وأصلبها مكسرا فوجهني إليكم، فإنكم طالما أوضعتم في الفتن وسننتم سنن الغي أما والله لألحونكم لحو العود ولأعصبنكم عصب السلمة ولأضربنكم ضرب غرائب الإبل. فصار العراقي مع كل تلك الضغوط مواطنا من الدرجة الثانية مقارنة بالشاميين الذين احتضنوا خلافة بني أمية وساندوا دولتهم واجتمعوا خلف ملك بني مروان عقودا طويلة. بيد أن واحدة من أهم صور التنكيل التي تعرض لها العراقيون وغفلت كتب التاريخ عنها هي قصة ترحيلهم من المدينة المنورة في زمن الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك. ويقول الطبري في كتابه تاريخ الأمم والملوك أن والي المدينة المنورة عثمان بن حيان ما إن استلم منصبه في شوال من العام 94 للهجرة حتى أخذ يجمع العراقيين ويرسلهم مقيدين إلى الحجاج بن يوسف الثقفي والذي كان حينها والي العراقين، حتى إنه لم يترك بالمدينة أحدا من أهل العراق تاجرا ولا غير تاجر إلا وأمر بهم أن يخرجوا من البلد. وينقل الطبري عن الوالي هذا خطبة من على المنبر يقول فيها: أيها الناس، إنا وجدناكم أهل غش لأمير المؤمنين في قديم الدهر وحديثه، وقد ضوى إليكم من يزيدكم خبالا، أهل العراق وهم أهل الشقاق والنفاق، هم والله عش النفاق وبيضته التي تفلقت عنه، والله ما جربت عراقيا قط إلا وجدت أفضلهم عند نفسه الذي يقول في آل أبي طالب ما يقول، وما هم لهم بشيعة، وإنهم لأعداء لهم ولغيرهم، وإني والله لا أوتى بشخص آوى عراقيا أو أكراه منزلا إلا هدمت منزله وأنزلت به ما هو أهله، والله إني لأتقرب إلى الله بكل ما أفعل بهم لما أعرف من رأيهم ومذاهبهم. وينقل الطبري عن رجل من أهل المدينة يقال له سعيد بن عمرو الأنصاري بأنه كان يأوي رجلا من أهل البصرة له فضل عليه يقال له أبو سواد بن العباد، وبعد تلك الخطبة رأى البصري أن يغادر المدينة المنورة فقال لصاحبه: ما أحب أن أدخل عليكم مكروها، بلغوني مأمني فأرحل. فرفض الأنصاري ذلك، بيد أن واشيا ذهب إلى الوالي فأبلغه أن الأنصاري يأوي عراقيا، فأرسل الوالي جنده إلى بيت الأنصاري، بيد أن الأخير سارع فأخرج البصري إلى بيت أخيه فما قدروا على شيء. فذهب الأنصاري إلى الوالي بعد ذلك معاتبا بحجة أن الوشاية كانت كاذبة، فأمر الوالي بجلد الواشي 20 صوتا، وبقي العراقي بضيافة صاحبه أمدا. وكره الأمويين للعراقيين ليس حجة عليهم ولا هي لعلة في أهل العراق، إنما كان بدوافع سياسية، فأهل العراق أولى أن يوصفوا بما وصفهم الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والذي قال فيهم إنهم كنز الإيمان وجمجمة العرب وهم رمح الله يحرسون ثغورهم ويمدون الأمصار.